أورستيد قام بتجربة، إنه وضع سلك يمر به تيار، ثم وضع إبرة مغناطيسية موازية للسلك. لاحظ إيه؟ لاحظ عند مرور تيار انحراف الإبرة المغناطيسية، وذلك عند مرور طرف اتجاه ما، وعند مرور عكس اتجاه التيار، وعند عكس اتجاه التيار. الفيض المغناطيسي يقدر بعدد خطوط المجال، يقدر بعدد خطوط المجال التي تسقط عمودية على سطح ما، التي تسقط عمودية على سطح ما. طيب زي مثلا لو احنا افترضنا ان دي سطح، ان مساحة، ده سطح ما، فكلما زاد عدد خطوط المجال، كلما زاد عدد خطوط المجال الساقطة عمودية، يعني دي خطوط وهمية، احنا عارفين خطوط المجال خطوط وهمية، ولكن يمكن استدلال عليها بواسطة برادة حديد. فإذا وحدة قياسها وبر، وبر وحدة قياس الفيض وبر. كثافة الفيض المغناطيسي هنرمز لها بهذا الرمز بي، بي رمز كثافة الفيض، تقدر بالفيض المغناطيسي، تقدر بالفيض المغناطيسي الساقط عموديا على وحدة مساحات. يبقى كثافة الفيض تقدر بالفيض المغناطيسي الساقط عموديا على وحدة مساحات. تعال نجيب التعريف. كثافة الفيض، دي كثافة الفيض، هي الفيض المغناطيسي، هي الفيض المغناطيسي الساقط عموديا، الفيض المغناطيسي الساقط عموديا على وحدة المساحات، الساقط عموديا على وحدة المساحات. من التعريف نقدر نقول ان وحدة قياس وبر على المتر مربع، وبر احنا اتفقنا ديت بالوبر، والمساحة معروفة بالمتر المربع. فاذا نقدر نقول وحدة قياس كثافة الفيض، اما تسلا، تسلا نسبة للعالم تسلا، تسلا أو تكافئ من الوحدة وبر على المتر تربيع. طيب لو ضربنا الطرفين في الوسطين هنلاحظ دايما إن فاي دي على واحد، فاي إم هتساوي بي في إيه؟ فاي ام، فاي ام هتساوي بي في ايه، يعني بتساوي كثافة الفيض في المساحة اذا كان عمودي. طيب لو لان ساين تسعين بواحد مكناش بنحط الواحد، لكن لو في زاوية هتبقى في ساين ثيتا، حيث ثيتا دهيت هي الزاوية بين مين ومين؟ الزاوية بين خطوط المجال. لو فرضنا ده خطوط مجال كده بهذا الشكل، ده خطوط مجال وده مستوى السطح،
مستوى السطح، فبنسمي ده مستوى السطح كده، فبنسمي سيتا هي الزاوية المحصورة، هي الزاوية المحصورة بين خطوط المجال والسطح، هي الزاوية المحصورة، هي الزاوية المحصورة، هي الزاوية المحصورة بين خطوط المجال والسطح. سيتا هي الزاوية المحصورة بين خطوط المجال، بين زاوية بين خطوط المجال والسطح، خطوط المجال والسطح. طيب احنا عارفين دايما ان ساين 90 بواحد، 90 يعني عمود، فاذا كانت خطوط المجال عمودية، خطوط المجال عمودية على السطح، هتكون الزاوية سيتا بتسعين وساين تسعين بواحد، وساين تسعين بواحد، إذن تكون يكون الفيض أكبر ما يمكن، يكون الفيض أكبر ما يمكن، يكون الفيض المغناطيسي أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن. طيب تعال نشوف بقى إذا كان خطوط المجال موازية للسطح. لو خطوط المجال موازية للسطح، يبقى كلمة موازية للسطح يعني معنى ذلك إن سيتا بكام؟ بصفر، وساين صفر بصفر، إذن بينعدم الفيض المغناطيسي، إذن ينعدم الفيض المغناطيسي، ينعدم تماما الفيض. وهنا ممكن سؤال يقول لك متى الفيض يساوي صفر؟ اذا كانت خطوط المجال موازيه للسطح في هذا الوضع. طبعا ده القانون. المساله بتيجي ازاي؟ عندك واحد اتنين تلاته اربعه، تلاته معلومين واحد مجهول، ايا كان هذا المجهول. فإذا كان المجهول فاي ام اللي هو الفيض المغناطيسي، خلاص بنضرب دول في بعض. لو كان المطلوب مطلوب الساين، هنخلي الساين في الطرف والبي في الايه، نقسم الطرفين عليها. دي مسائل مباشرة وسهلة خالص، هناخد مثال مباشر ونشوف ايه طريقته. مثال بيقول ايه؟ ملف مربع طول ضلعه، ملف مربع طول ضلعه 20 سنتي. احنا كل جزئيه في المثال لازم نبقى فاهمين ايه المغزى منها. معروف كلمه مربع نقدر نجيب مساحته، طول ضلعه 20 سنتي لازم نحولها للمتر. اذا اول خطوه نجيبها يبقى كان الايه معلومه، اللي هي المساحه. المساحه بتساوي ايه؟ المساحه بتساوي طول الضلع في نفسه، يعني دي بالسنتي نقسم على 100، يعني بقى 2 من 10، 2 من 10 في 2 من 10 يبقى 4 من 100. كانه بالظبط بيقول لك ان المساحه 4 من 100. طيب في مجال كثافته، كلمة كثافته ده رمز مين؟ البي. ألا ده البي موجودة والإيه موجودة، وكان الفيض برضو الفاي موجودة. يبقى لما نيجي نقول هنا القانون البي، احسب الزاوية سيتا، يبقى بما أن الفاي ام، الفاي ام بتساوي البي، البي في الإيه في ساين سيتا، كله معلوم اللي بالازرق ما عدا مين؟ ساين سيتا اللي هي المجهوله الزاويه. ملف طول ضلعه يبقى جبنا منه المساحه، ده معلوم. في مجال كثافته يبقى البي معلومه، والفيض المغناطيسي الفاي معلومه، يبقى مين اللي مجهول عندنا؟ الزاويه. اصبحت مساله دي مباشره، مفيش فيها اي مشاكل. نجيب الساين في طرف، لو جبنا الساين، الساين ان ساين سيتا في طرف بتساوي، دايما طريقه ان احنا نجيب المجهول في طرف دي حاجات بسيطه وسهله، بنقسم على المعامل. يبقى نخلي دايما ان البي كثافه الفيض في المساحه اللي هي المعامل ديت، وهنا فاي ام، وهنعوض القيمه اللي هتطلع ساين الزاويه. يعني لما نيجي نبص كده، فعشان جبت الزاويه نعمل شيفت وساين، فهتطلع لنا قيمه الزاويه نفسها السيتا اللي هي ساين سالب واحد، ساين
ساين هتطلع القيمة العكسية لقيمة مين؟ لقيمة الفاي ام موجودة. الفاي ام بكام؟ الفاي ام اللي هو الفيض المغناطيسي 6 × 10^4، وعندنا البي موجودة، هنعوض عن قيمة البي وهنعوض عن قيمة الاي، وهيطلع لنا في الاخر بعد شيفت وساين ان الزاوية سيتا ب 30 درجة. تعال نشوف مثال فيه فكرة شوية. ملف مساحته ايه؟ ما جابش قيمة المساحة، وكثافته بي جاب بالرموز، فكان الفيض الكلي فاي ام لما كانت الزاوية 30، يعني الاحمر ده الملف والازرق ده خطوط المجال، والزاوية بين الملف وخطوط المجال 30. طيب نستفاد معطيات، بما ان الفاي ام بتساوي البي في الاي، البي في الاي في ساين سيتا. مفيش موجود عندنا الا ساين سيتا، ساين سيتا بايه؟ بنص. طيب لما نشيل الساين سيتا دهيت، لما نشيل الساين سيتا ونحط مكانها كده ايه؟ نص، لان ساين 30 زاوية 30 في نص. نتخلص من المقام ازاي؟ بضرب المعادلة في 2، فتصبح عندنا البي اي هتساوي، البي اي هتساوي نضرب في 2 فتساوي 2 فاي ام، وهنسمي المعادلة رقم كام؟ 1. نرجع بقى نشوف المطلوب، احسب اقل زاوية، يعني مطلوب زاوية. احنا اتفقنا لما نخلي الزاوية في طرف، خلي طيب انا قلنا ساين سيتا في طرف اهيت، ساين سيتا في طرف هتساوي الفاي ام على البي اي، على البي اي. طيب ما قيمة البي اي موجودة، يبقى نحط يساوي تحت يساوي، ونعوض عن قيمة البي اي، البي اي اللي هي دي، البي اي بكام؟ البي اي باتنين فاي ام، باتنين فاي ام. طيب احنا عايزين بقى ليصبح الفيض 2 فاي، يبقى الفيض 2 فاي، 2 فاي ام، فالفاي ام راحت مع الفاي ام، 2 مع الاثنين، اذا ساين سيتا بتساوي 1، يعني دي راحت مع بعضها. ايه الزاوية اللي جيبها 1؟ معروف زاوية 90، اذا الزاوية سيتا ب 90. طب هو كان في الوضع 30، عشان يوصل لهذه القيمة لازم ندور 60 درجة كده، يبقى لازم يدور كده 60 درجة. ليه؟ لأن القيمة ديت لا تأتي إلا لما يكون عمودي، القيمة دي لا تأتي إذا كان عمودي، هي القيمة العظمى، القيمة القصوى. طب هو كان في وضع 30، عشان يبقى قصوى لازم يقول لك ما أقل زاوية يدور، يبقى يجب أن يدار 60 درجة. إذن يجب أن يدار الملف 60 درجة. عارفين ليه؟ لانه كان في وضع الاول 30، وعشان تبقى قيمة عظمى لهذا الوضع. وهكذا ممكن نطلب باقي المطالب.